بسم الله الرحمن الرحيم. طلبتنا هذا المقطع الفيديوي خاص بالطريقة الثانية، طريقة Annual Worth. وصلنا إلى هذا الجزء. There are several convenient formulas by which capital recovery cost may be calculated to obtain the same answer as above. Probably the easiest formula to understand involves finding the annual equivalent of the investment and then subtracting the annual equivalent of the salvage value. أسهل طريقة حتى نوضح بها طريقة حساب الـ capital recovery بأخذ بنظر الاعتبار المفهوم اللي شرحناه بالجدول. يعني شفتوا أنه مفهوم اللي شرحناه بالجدول يتطلب حسابات عديدة ويمكن نعقد الأمور، فتوصلوا حقيقة مو أنا، هم توصلوا علماء إلى صيغة أبسط لحساب capital recovery، هي الفورمولا الموضحة بطريقة بمعادلة 5-3 اللي حتكون هي حساب المعادل المالي لكلفة رأس المال اللي investment value اللي هي البي اللي ما يعادلها بشكل دفعات متساوية. يعني نضرب البي في الاي اوفر بي لاي بيرسنت لان، يعني فايندينج اي فروم بي، هاي بكل بساطة يعني بي نحولها الى اي ونطرح من عدها. ليش نطرح؟ لانه احنا هم اثنين عكس الاشارة، هذه كلفة وهذه عوائد، هذه كلفة وهذه عوائد. فدائما هي طبعا العوائد بالإشارة الموجبة وهنا بالإشارة السالبة. هنا بس احنا يعني احنا الناتج النهائي راح نمثله بإشارة سالبة بالقانون الأصلي. إذا تتذكرون القانون الأصلي كان هو R minus E minus CR، طينا minus لأن هي كلفة، فهنا من حنحسبه راح ننطي كأنه نطرح من عنده وبعدين نمثله بشكل كلفة. فإذا هنا هذا مو خطأ، هذا رح نحسب إحنا بهالطريقة وبعدين نعوضه للناتج النهائي، نعوضه بإشارة سالبة بالقانون الأصلي. فإذا ناقص السيلفج فاليو اللي هي 2000 اي على اف اي بالمئة ان. هاي الطريقة إحنا ممكن نسويها حتى بدون ما نفتهم موضوع الدبريسيشن. يعني مجرد أنا عندي دفعة في بداية السنة وعندي دفعة في نهاية السنة، أحول كل وحدة إلى ما يعادلها بالأنوال وورث، هذه بكل بساطة. البي هنا احنا عرفناها، البي هي investment at the beginning of the life of the life، البي نوت يعني نقصد بيها، هاي نعرفها كنا. الاس هي salvage value، هنا رمز لها salvage value، رمز لها اس at the end of the life، والان هي life of the project يعني عدد سنوات تمثل عمر الاقتصادي للمشروع. When the equation 5-3 is applied to the example in table 5-1, the CR amount is. فإذا طبقنا المثال نفسه اللي هو 10,000 سعر الشراء الشيء المشين، والألفين هي القيمة الإنقاذ أو salvage value في نهاية عمر اقتصادي، واللي شرحناه table 5-1 وأخذ من عندنا وقت بالشرح، يمكن حتى ما توضح عندكم كل يعني بوضوح لأنه يعني كوي نوع من التعقيد بالحساب. فإذا عوضنا هذه المعادلة البسيطة جدا راح يكون هو 10,000 اللي هي البي نوت مبلغ الاستثمار، نحولها إلى أي باستخدام الفاكتور فايندينج أي فروم بي 10%، وعدد الدفعات هي 5 تمثل عدد الدفعات خلال كل سنة من سنوات المشروع، ونطرح من عندها السيلفج فاليو اللي هي 2000 أيضا محولة إلى إكويفالنت فاكتور باعتبار هي 2000 في نهاية عمر اقتصادي المشروع، فنعتبرها F يعني اعتبرها future value، فالفاكتور اللي حنستخدمه هو اي على اف ل 10% ل 5. فنحسب الفاكتور في كل حاله نضربها بالمبالغ راح يطلع الناتج 2310، هذا اللي توصلنا له في تيبل 5-1 بالجزء الاخير. Another way، هناك طريقة أخرى لحساب الـ Capital Recovery Cost. Another way to calculate the Capital Recovery Cost is to add the Annual Sinking Fund Depreciation Charge or Deposit to the Interest on the Original Investment, sometimes called Minimum Required Profit. Thus, CR, the Capital Recovery, equal to P minus S في A over F I percent زائد N زائد بي في اي بيرسنت. هنا ايش حنسوي؟ هنا الطريقه الاخرى لحساب الكابيتال ريكفري وهي انتم مطالبين بها ايضا، انه اضيف ما يسمى بالسينكينج فاند ديبريسيشن تشارج. ايضا هذا يعني مخصص عليه بمحاضرات الديبريسيشن، يعني جزء كامل من المحاضره هنا راح ناخذه يعني صوره مختصره جدا. السينكينج فاند ديبريسيشن تشارج او ما يسمى بالديبوزيت هو مقدار مبلغ الاستثمار مضروب في الانترست ريت، مقدار مبلغ الاستثمار مضروب في الانترست ريت. فهذا الجزء
راح نضيفه إلى ما حسبناه بالمعادلة 5-3. يعني to add the annual sinking fund to the interest on the original investment, sometime called minimum required profit. Minimum required profit لأن ده نطرح إحنا يعني الكلف من العوائد. فهنا يجينا سوينا الجزء المختلف عن معادلة 5-3. معادلة 5-3 إنه الـ P عملناها P والأس عملناها F، يعني الـ present مقبل بلغ الاستثمار عملناه هو present، والـ salvage value عملناه كأنه future. هنا إيش رح نسوي؟ رح نعتبر إنه من نطرح الـ salvage value من الـ present، يعني نقول P minus S، الفاكتور اللي أستخدمه هنا أعتبر حاصل الفرق هو كل future value. هتقولوا لي ليش؟ هقولكم هذا نتيجة خطوات اشتقاق انتم غير مطالبين بيها، فاللي توصل الى هذه الصيغة. فاذا هذه الـ P minus S اضربها في الفاكتور A على F، finding A from F لـ interest rate I بين 100 لـ N. فاذا الـ P minus S اعاملها كمعاملة الـ future value، اجمع وياها الـ sinking value اللي هي المبلغ الاستثمار مضروب في الـ interest rate. When equation 5-4 is applied to the example in table 5-1, the capital recovery amount is, رح نجي نعوض الـ P 10,000 minus الـ S 2000 مضروب في الفاكتور A over F 10% 5، ونجمع ويا sinking fund depreciation charge اللي هي 10% زائدا 10. طبعا هي بالمناسبة يعني هنا ده يفرض انه مقدار الاندثار السنوي هو يمثل حاصل الانترست ريت في المبلغ الاستثمار، يعني هذا يعتبره مقدار الاندثار السنوي، فذلك هو اللي يحسبه من ناية ده يضيف له مبلغ الاستثمار، ما يضيفه في فاكتور. ليش؟ لأنه يعني فاكتور تحويل، لأنه هو أصلاً سنوي، لأنه هو أصلاً سنوي، فلذلك الفاكتور ما تحيساوي واحد، يعني قصدي فاكتور التحويل. فإذا هنا مجرد عوضناها فطلع عندي الناتج النهائي 2310، نفس الناتج اللي حصلناه بتطبيق طريقة معادلة 5-3. Yet another very popular way to calculate the CR. طريقة ثالثة، عندي طريقة ثالثة لحساب الـ CR أيضا أنتم مطالبين بها، وهي cost is to add the equivalent annual cost of the depreciable portion of the investment and the interest on the non-depreciable portion salvage value. يقول هنا رح يفرض، يعني مو يفرض، هي حقيقة انه المبلغ المستثمر اللي حيتعرض الى الاندثار هو الـ present مبلغ الاستثمار، اما salvage value فهذا ما يتعرض للاندثار لانه اصلا هو قيمة شيء في نهاية العمر الاقتصادي. فرح يشحي حسوي رح يحسبها بهالطريقة، يعني هذا ايضا القانون نتيجة خطوات اشتقاق انتو غير مطالبين بها. القانون هو الـ P minus S حاصل الفرق ما بين الـ present المبلغ الاستثمار والـ salvage value مضروب في الفاكتور. هنا هسه نعامله شنو؟ نعامله كأنه present، هنا احنا شنو عملناه؟ future، فضربناه بهذا الفاكتور. هنا احنا نعامله معاملة الـ present فحنضربه في هذا الفاكتور اللي هو finding A from P، يعني الـ A نطلعها على اعتبار عندي present value معلومة لـ I بالمية الـ N هي number of year. في الطريقة الثالثة هي أطرح الأس من البي وعاملها معاملة present فأضبها في الفاكتور A over B I بالمئة N، ومبلغ الاندثار اللي نضاف سنويا رح يمثل نسبة ثابتة من الـ salvage value، هذه النسبة هي تمثل interest rate. إذا جينا طبقنا هذه المعادلة بنفس المطالب الموجودة بجدول 5-1، فحنعوض بدل البي 10,000 بدل الاس 2000 الاي اوفر بي حسبناها بتعويض الاي 10% والان 5 طلعت 0.2638، وجينا ناية الاس عوضناها 2000 والاي هي 10% طلع الناتج 2310، نفس الناتج اللي حصلناه بطريقة معادلة 5-3 طريقة معادلة 5-4.